هذا اجتماع ديال المجلس الوطني في الدورة ديال 27 ومخصص أساسا ليس فقط لتقييم العمل الحزبي والعمل القيادة الحزبية في إدارة الحزب، ولكن مخصص كذلك لتهيئة للمؤتمر المقبل اللي غيكون في بداية السنة المقبلة. نحن كحزب التزمنا أخلاقيا وسياسيا وحزبيا باش يكون المؤتمر في وقته القانوني وفي وقت درنا فبراير 2020 ودابا غنديرو في فبراير 2024. القانون كينص على 4 سنوات والنظام الأساسي كينص على 4 سنوات والتزمنا، فالآن غتكون بعد التاريخ فالآن غتكون تكوين لجنة التحضيريات هما سيتم التقسيم ديالها إلى مجموعة اللجان حسب الاختصاص، وستنتخب رئيسها اللي غادي يشتغل ويشرف على العملية ديال تهيئة ديال المؤتمر المقبل. نحن الآن في خط المستقيم نحو المؤتمر، إن شاء الله سيكون هناك مؤتمر ناجح بكل المقاييس. شكرا. وكما شفتوا واحد جدول الأعمال قائم، كانوا اللجان اللي عطاو التقارير ديالهم، وكذلك حاليا مجتمعين الجهات باش نشكلوا اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس ديال حزب الأصالة والمعاصرة، اللي المناضلين والمناضلات كما جرت العادة بين واحد روح المسؤولية كبيرة واحد النقاش كان بمستوى عالي، وتنستعدوا في أجواء رائعة ديمقراطية وديال الإنصات الجميع للمؤتمر المقبل إن شاء الله، وغادي تكون محطة تنظيمية أخرى من مسار هذا الحزب الكبير اللي هو ثاني قوة سياسية في البلاد، واللي بين على القدرات ديالو في التدبير لا المحلي لا الوطني لا داخل الحكومة لا في المجالس الجهة ولا المجالس المنتخبة. وكذلك واحد الحمد لله كان واحد الحضور قوي وكبير، 100% ديال المناضلات وأعضاء وعضوات المجلس الوطني حضروا معنا اليوم وبينوا على التشبت ديالهم بحزب الأسرة والمعاصرة اللي التنظيمات ديالو تتشتغل بطريقة دائمة. إذن هذا مجلس وطني مهم بالنسبة للحزب، لأنه تيجي قبيل انعقاد المؤتمر الحزب اللي إن شاء الله يكون في الوقت ديالو السنة المقبلة حسب القوانين التنظيمية ديال الحزب. هذا كيدل على أن الحزب ديال الأصالة والمعاصرة حزب الحمد لله قوي بالمؤسسات ديالو بالتنظيمات ديالو، وكيمشي المؤسسات ديالو حسب القوانين ديالو وكيحترمها في إطار الديمقراطية الداخلية ديالو، وهي كذلك فرصة باش المسائل الكبيرة اللي كتتعلق بالتوجهات ديال الحزب واللي كتتعلق بالتنظيم ديال الحزب واللي كتتعلق يعني بالدينامية ديال مختلف الشرائح اللي كتكون للحزب حتى هي تعرف واحد الزخم اللي كيوازي المشاركة الحزب في الحكومة، اللي كيف ما كتعرفوا هي مشاركة وازنة ومهمة في ظروف دولية كتعرفوها ماشي سهلة، واللي هالظروف كتجعل أنه الشق الاجتماعي والحس الاجتماعي خصو يكون حاضر في العمل الحكومي بطبيعة الحال كيف ما كنطمحوا له وكيف ما كنديروه مع جميع الفرقاء السياسيين. اليوم كيف ما كتعرفوا حزب الأسرة والمعاصرة كينظم مجلس وطني ديالو باش وطبعا نقطة النقاش اللي غتكون فيها هو فين كنوجدوا المؤتمر المقبل ان شاء الله المؤتمر العادي. فالهدف ديال هذا اللقاء طبعا هو التقارير اللي غتمثل اللي غتعطينا اللجان المختصة في مجموعة ديال القضايا النسائية الشبابية والقضايا السياسية الأخرى، زائد على هذا اللجنة اللي غتسهل على تنظيم المؤتمر المقبل ان شاء الله. والحمد لله كيف ما كتشاروا يعني اجواء جد عاديه، والهدف مره اخرى هو التعاون من اجل انجاح المؤتمر المقبل.